زيادة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني تجيء بعد فترة استقرار وجيزة شهدها سعر الصرف بعد الوصول إلى اتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان في سبتمبر الماضي، تم بموجبه الاتفاق على استئناف ضخ نفط الجنوب عبر الشمال. وقد عزى بعض المحللين الاقتصاديين هذا الارتفاع إلى المصاعب التي تواجه تطبيق الاتفاق بالإضافة إلى أسباب أخرى. تغاضت الحكومة عن التزاماتها في توفير احتياط ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات وفقا لسياسة تحريك سعر الدولار. ويثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي أو الموازي القلق في أوساط الدوائر الاقتصادية والمصرفية، حيث غفز سعر الدولار في اليومين الماضيين إلى أكثر من 6 جنيهات، وأدى هذا الارتفاع إلى حذر كبير في أوساط المتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير. الدولار ممكن في اليوم الصباح يكون مثلا ب 6 و100، نهاية اليوم تلقى ب 6 و300. الناس اللي بنتعامل معاهم بالتأكيد حيوقفوا أساسا بيع، لأنه ما معرف الدولار ده ماشي على وين. ولا الدولار بيعني الكساد، والكساد بيعني وقوف الحياة، وقوف الحياة بيعني مسائل كثيرة. الزيادة المضطردة في سعر صرف الدولار قابلتها زيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ليجد المواطن نفسه مواجها بضغوطات إضافية تجد طريقا للتزايد كل يوم. فجأة كده بكون نمشي السوق بنلقى حاجة زايدة، بكرة بنلقى برضو زيادة، فالمبررات بقت ما في مبررات غير انه التاجر يقول لك مثلا انا زدت الان الدولار زاد. اي زول بقى يشوف الدولار بقى عبارة عن شماعة. جهات اقتصادية عدة دعت بنك السودان للتدخل لضبط السوق والعمل على توفير الدولار للصرافات والبنوك حتى يحافظ السوق على سعر صرف مستقر. محتاجين لدخول حقيقي لسعر لإنتاج النفط الجديد، وبالتالي يزيد في إيرادات موارد النقد الأجنبي. هنالك أيضا مشتريات بتراجع الطلب على الدولار، طالما هنالك بداية لموسم إنتاج زراعي ناجح يوفر احتياجات البلاد من السلع الأساسية. الارتفاع الأخير في سعر الصرف هو الأعلى من نوعه في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وضع يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات الداخلية بعيدا عن الارتباط بعوامل خارجية قد تجعل سعر الصرف مرهونا بها.